عن نجومنا، عن ابطال كاس مصر في كره اليد. منورينا في الفقره دي امين عاطف ودينا صقر، ثنائي سيدات يد النادي الاهلي اللي توجوا بكاس مصر من كام يوم، وبالاماره الكاس اهو عشان برضو يبقى كلام موزون. انتم منورينا ومليون مبروك، اهلا بيكم. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. نبتدي مع دنيا ولا نبتدي معاك ولا نبتدي مع اي حاجه؟ نبتدي معاكم انتوا الاثنين، وقولوا لي مبدئيا كده رحله الفوز بهذا الكاس الجميل وفكرة ان لقاء النهاية او الفاينل كان ضد الزمالك، فده برضو اكيد ما فيش شك تقل من قوة المنافسة على اللقب. فنبتدي معاك. طبعا ان احنا نلعب الزمالك دي حاجة زودت استرس يعني علينا، يعني لو كان لعب اي فرقة تانية ما كانش الموضوع يكون سوشيال ميديا اهلي وزمالك بيلعبوا، فطبعا دي كانت بريشر اكتر من كده. بس احنا يعني كان هو هدفنا واحد، احنا لازم ناخد البطولة باي شكل، هنلاعب مين هنلاعب اي حد مش فارقة. والماتش نفسه كان عامل ازاي؟ لا الماتش نفسه كان طبعا فرقه الزمالك فرقه محترمه، فرقه هي لسه معموله من السنه اللي فاتت، بس فرقه بتنافس، والسنه اللي فاتت وصلت فاينل الكاس، فهي طبعا فرقه لازم نعمل لها حساب بغض النظر ان ده ماتش بقى اهلي وزمالك وكده. ف الحمد لله يعني كنا مذاكرين كويس يعني. المذاكره من العناصر المهمه دايما في تفوق النادي الاهلي في كل الالعاب والفرق الرياضيه المختلفه. فكره ان انت يعني بتاهلي نفسك لحصول على لقب بطوله مش مجرد التواجد ولو حتى بشكل مشرف، دي كمان رجوعا بقى لنقطه الاستريس اكيد برضو بتعانوا منها اكيد الى حد كبير. فكره ان انتوا لابسين تيشيرت النادي الاهلي وفكره ان انتوا مش وارد عند الجماهير فكره حتى التعادل، ساعات بيبقى التعادل في بعض الاحيان بيبقى بطعم الهزيمه عند الجماهير واكيد عندكم، فده عبء كبير. ده بتتعاملوا معاه ازاي الضغط ده؟ احنا اتعودنا عليه من احنا صغيرين، يعني احنا نفسنا لو اتعادلنا احنا بنحس اللي هو ايه ده، لا احنا خسرنا، احنا واحنا صغيرين واحنا متعودين على ده، المكسب هو رقم واحد، مفيش يعني يا اول يا مفيش يا تكسب يا اول يا مفيش. دي صعب يعني وقعها صعب، ولازم يبقى انت عندك قدره مهوله على تحمل المسؤوليه ولا ايه يا مين؟ اه طبعا، هم اصلا من بقولك من واحنا صغيرين بيربونا اصلا ان احنا هو النادي الاهلي هو الاول. الاول ما ينفعش تاني دي يعني انت خسرت خلاص. ف يعني احنا كده كده بندخل اي بطوله اللي هو احنا هناخد البطوله دي، هناخدها عينكم على الكاس وتاخدوه وترجعوا تاني.